40 كان النووي قال جرداني رحمه الله شرح يسوح وكل شيء قصة عجيبة حديث كاس رابع رضي الله عنه هبين يدو تكنيسا أيو ننتوك أقل كي يقول صوت عيبا لي مركاسو أركي هويني يسكت تكنيسا أو أن إن يرنا عن عبسنين ما عبسنيس وإن مقاشا شنقدا إنو توك أقل كي يقول صوت عيبا أركيسا لكن ما دقاقين ما شيء دينك ما دقاقين صلاة دينك ما يبحن وعلى الوحي أقل كألابو تالي ألابو ما يقوليني وحي على مركو ورسلوا البح يردي وكسر قلبه كل نقطة مرة تاني جدار بكل نقطة دربي مركاسو يا أبي وصار نقضي حدنا وحوري هل كانت كسر قشي هل كانت كسر قشي معين الباب هو فري هو أركا مرة اللي مركو الباب كسر قلبه هو أركا الباب هو حرام دربي ومرة حكون دفتا جدار مركاسو يا أبي هذا أصول نحو دركشكي ودبوقات دركسيوني مركاسو هل كيلو سلي وات هل قد كسو قشف فرانا كبح مركو قارن ماشو حران تهيبا ألابتي وستي ودن بقود ديجي بالي إلا سلاة دي كبح سيدي وصوبي وعولي كل سلاة دي كبح دي بكو يدي وحيا كاقا توانيقا كو ديجي الباب كالكو يدي حقيقي شيك بكو يدي 40 كان نووي قايو كشيك الجرداني شرح قصداس مرقاس قلت له أنا هو الباب كمحرم الباب حق صار الله حرام يا حق صار ما دون السين الباب كان الله غفرها توبت يا بقلت له بل نقال إلهي نظن مقنس ودم بالدبات كل عين وتوجد عبافة سلاح وبلغات ويقبل نبوري ما أنت الله قبل عبينا توبت كأنه هل مركل يا مركوس لا يريد ترى الباب هو كاسة كبح الباب كيبو كبحي ويسجوده وحي تري يا ربي أنا جواك قلفت سوى سوجدية قلبي سادق أكون شغال إله وقلبي سوجدية بكتلي هذه بكتسيدي بكتوبت كأني نبى مالين دوت قصة عجيبة إيش هيك لبك كوني تضبيه طبنكي ودنا دن الأسبوع هذا جي 20 جي لبعتنك ودنا أدون كبور شد بدن مال قرينة دو دي بشر وده كجنيف لدي بس كوي مدن دختر با دختر كو كو قوم بدنا عالم كانوا يكو عزو مدين شركي وحيد هذا الرجني والرجي أدوك وقول بقالها بدنا نوال بكل جيبو ديارة دلية رجوا حكوا جرا وده ندن كمال بدن وده ندن قارب لح وده كمال بدن لح دولة ده بس كتير بقار كده قال بدين وحيد لكن راح ما هينو محيد هذا رحمة هاي دوين بدن واضح شن أنا كنا واحد ديار لنا هاي إن النمال قلنو واحد كان تان عمرك بن آدم كسيد الله بير لها داود دي دون دون كان بيدا دين عمرك واحد راح هذه نقطة دي قدي ما نسا تاسان هو تاجر gabowgi walla tacallabay raadeeno dawooyin iyo isboor iyo waxba sameeynaa bay raadeen haye ya cunto fiican iyo laakiin tan hor taagan in habeenki ka saaxan laanahay waa mowdki mowdki xal u keena ma keenay karaan hor ma keenay karaan ya ma keenay karaan laakiin dhageyso qisad kale saddex nin ba nabi ciise raacday alayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel بنانك ودهب كويالو دايمانك مركز النبي عيسى كوي روحان ودايمان ودهب وجوهرد مركز سيد هذا نوقات مركز النبي نبي نبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز هذا أنا كا قادة نينا ده هذا قادة ثاني راعي مسان وادي كهذا نو قادة بودي ديني يا أدوية اسم راعدة بوكيدي والنبي الزاهد هو النبي عيسى عليه السلام صدق ديني ويكهرين بل النبي جي أيان درة ذاك مرقاس الذهب كي قاتن وإلا السعودان وإلا اللوجيين وإلا اللوجيين مقالة دي مركي ود وادين بير هذا حدان مالين قال ولا نقدعي هبنا هبنا هنكو بجنو لكن واقع جوننا ويت شدن وعيد هذا الله بذهب قاسي إلى لسه منا مقالة دي انتو تجو انتهى الناس وقاضوا يون عندنا الناس شيء وهجاج كل كده قاقي
labadii dahabka ku hadhay ila shaydaankiiba dhiigga biniaadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennabu nagu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadli waan jeedin adiguna midid halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisa ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduyadii ubadkeegu sida isku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga laba qiso cajiiba qur-aanka ku taalla labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nebi nuux inankiisa markii ummaddiisa la halaagayey waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga waxay ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yar inay fuulaan waa kii nebi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunayarka macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankayga yaraayow irka macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta ma ooga ha noqon buu ka yidhi qaala saaawii ilaa jabalin yucsimunii min alma qaala saaawii xataa aaba ma odhan baa la yidhi aab ilmo aabihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaas sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta uu bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa aba tifcal maa tu'mar aabo amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi saaawi ilaa jabalin yacsimunii min alma xataa aaba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegayaa iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooyo ku yeedhana hooyo macaanay dheh hee hooyo macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad hoow tidhaahdid keliya hoow bay maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaado ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii iska diido wuxuu yidhi buurtaasan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fa kaana min almuhraqiin baa ilaahay yidhi iyagoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan heerkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qariqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi innii araa fi lmanaami annii adbaxuka fandur maada taraa waxaan ku manaami anoo ku biraynaya sida neefka xoolaha loo bireeyo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa aba tifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min assaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga mid aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta ee adkayste labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahin waa labada hooye ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqo aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeega ku lahayd oo degan qaylaya warkiisa ha maqline hora danahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cilada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo dee iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahay ina ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaan ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horeeya mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaasi uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya uu noqdana mujtamac diin danaynaya soo bixi doona
haday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga halaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdan way naga qalloocsameyn ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna gablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaagiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaabay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidalika nebi nuux calayhi salaam islaantiisu maadaama gaalad ahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeega iyadaa saamaysay ismaaciilna aabihii kuma agbarbaarin hooyo ku agbarbaaray tarbiyadii hooyadii baa saamaysay hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahim oo macamar ilaahayba ahaa ilaahay nima dayacaya socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim inankiisii ma gowricin ibnu qayim aljawzi raximahu llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar waxaan xasuustaa dhowr iyo toban sano ka hor jamaaca magaalo ku baxday magaaladii markay ku baxeen dadkii way dhegaysteen way la yaabeen waxay idhahdeen war inniku dadkii wanaagsanaa ee masaajidda camirayay baa tihiine dadka xaafaddan degan ee salaadda aanan tukan mid qaadoo jamacadda u geeya nin odayaa yidhi oday dariskayga oo 70 jir ah oo weligii salaad aan soo gelin oo khamrigana aan habeen iyo maalin u kala saarin ayaa ila darisee hadduu igukiin arkahadduu arkaano inila socdana dhib baa ay qabsane waa oday dhib badane aqalkiisa sheedan iniga tilmaamiye hay soo sheegin aniga waaya wixii dhibaatay ini soo gaadhana inikaa isgaadhsiiyey marxaba albaabkii bay garaacay waa shantii galabnimo isagoo hurdo ka soo kacay qurradihii khamriguna miiska u dul taallo islaan male ilma male waa keligii buu nool yahay dhowr iyo 70 jir saa u qarqaray way ag fadhiisteen albaabkii markuu ka furay inaan jamaacan nahay masaajidkan kaa soo booqanay waa ku soo ziyaarannay haa ma ziyaara ha ziyaarada waa naqaanay u kaadiya buu yidhi qolkiibuu ku noqday lacagar buu soo qaaday ziyaaradii wuxuu mooday qoladii dariiqadaha ee suufiyadu berigo rereera waa ziyaaradii shakabele keena oranje imikuu iska dhammaataan u malayn ba ana xaggeyga jabuuti imikuu iska dhammaatay xaggiina mooyaane imika ziyaarada waxaa isku bedishay ilaahay dartii baa qofka loo ziyaaranayaa oo waxaa bedishay ilaahay dartii baan kuu soo buuqanno kuu soo ziyaaranay waxaa duyana kuma sidno waxaa duyana kama doonayne khayrka jamaacadda ka yar dhegaysan wada dhegaysanaya markaasuu yaab wuxuu war dad lacag diida markayna lacag ma qaadano weli intaan noolahay waa qof lacag diida waa ka weyn maxaa tihiin may annaku adeer lacag ma qaadane laakiin waqtiga dadka ka qaadanaa waqtiga 20 mirin ma nasiin kartaa soo fariista waa lacag diida maanaaba arkay buu la yaab bay ku noqotay muqti khamrigiin halkan ay taallaa jamaacaddiin halkan iska fadhiisteen indhahay ka qabsadeen waxay idhahdeen annaku jamaacad waxaanahay martiya magaalada heblaayaan ka imanay dadka muslimiintan ziyaaranaynay ka bukaan u ducaynaynay ka dhibaataysan baan ogaanaynay dadka waaweynna waan soo buuqanaynay dhallinyaradana masaajidkan ugu yeedhaynay halkii hadalkaa markay yuu furfurmay wax lacagana ma qaadataan may ma qaadano oo lacagta ayaa inaga bixiya bilmaali wannafsi bilmaali naftayadiiyo maalkayaan ku soo baxnay ilaahay bay markaa kala hadleen cadamadiisii aakhiradii noloshii dambe qabrigii qiyaamihii uu fikray markaa wuxuu hadalka adigu leedihiin weligay ma maqal buu yidhi weligay wax hadalka ila soo gala ma maqal buu yidhi maxaad iga rabtaan adar ii sheeg lacag waad igu diideen wax kala sheegta waxaa kaa rabnaa annagu laba qofaan nahay amiirkii iyo jamaacaddii odayaashii miskiidkay joogaane inaad jamaacad u tagto aad soo salaantid bas intaasaan kaa rabnaa ma intaa usuhaa waa ni raaci darkii uu soo xidhay
dhaladii khamri gaalkii buu ka yimid quradii la socdo masaajidkii buu jamacadda u soo raacay wuxuu yidhi salaad ma aqaano waxaa waxba ma leh iska weysayso weyse ma aqaano kana ku ag fadhiisana siduu sameeyo samee salaad ma aqaano kana kugu ag tukane siduu isagu u sujuudo u sujuudo suu rukucan u ruku halka intii uu sameeyey ayay liin yar iyo muus yar iyo shah yar bay markiiba u dhigeen maqribkii baa lagu eedaamayba dadkii xaafadda way daawanayaan odaygii hebel hebel bay maanta tabliiqii masjidka soo geliyeen war tabliiq ma soo gelin ilaahay baa soo geliyey yaa soo gashay la in yahdi allahu bika rajulan waaxida khayrun laka min xumarin nacam cali nebigu markuu hadalka ku lahaa dagaal buu u diray dagaal dagaal khaybar buu nebigu u diray inuu soo baabiyo yahuud laakiin nebigu ka daba hadlo wuxuu yihi cali ogow miyaan la dagaalamaa buu ka yidhi ilaa sideed ay ka noqonayaan markaabuu nebigu cali dhegaysa buu ka yidhi mid iyaka kamidoo sababtaada ilaahay ku soo hadeeyo ayaa geelakiisa casas kaga khayr badan maqsuudka qitaalku waa maxay hidaaya looga dan lahaa hadday dadku iyakuna lala dagaalamin ay diintii kaa dhegaysanayaan oo diintii kaa qaadanayaan dagaal meesha ma imanayo ogow dacwa muqadam calaa kulli shay dacwadaa ka horeysa wax walba jamacaddii waxay idhahdeen war annagu ma soo geline ilaahay baa soo geliyey daaya dee daaya salaadii maqrib uu la tukaday bayaankii buu la dhegaystay cishaaygii buu la tukaday cishaaygii intay soo kaxay bay masjidkii keeneen haddana salaadii fajar isagoo lugihiisa ku socday masjidka soo galay toddoba maalmood isagoo salaadii laazimay dembigii ku jirana ka dhex baxay tiisii baa timid oo ilaahay waa ka mana qaatay cismaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa laysiiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan utaga buu ka yidhi markaabuu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaano khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aada gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caruusadda aada ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay cismaan baa ninkii u yeeray war kaale kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale aad meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ii kaa soo diray buu yidhi sal alay slam oo yidhi cusmaan u tago waxaad ku tidhaahdaa waxau nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay cusmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday baad igu sheegu weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiyo wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuskaas faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay siraafka iska ilaalinayeen maalin buu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam miskiidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaaddii dhexdeedana ku ducaysanaya uu istaagay nebigu markaa ducadii buu dhegaystay waa duco cajiib ah duco boqolkii sagaashan waa ilaahay ammaantiisa yaa man laa taraahu alcuyuun walaa tukhaaliduhu adunuun walaa yasifuhu alwaasifuun walaa tugayiruhu alxawaadits walaa yakhsha addawaa'ir yaa man yaclamu mathaaqiila aljibaal ilaa aakhirkayga markaabuu nebigu yidhi ama muusa alashcari buu u yeedhay wuxuu ku yidhi ninkaa ducada markuu dhammeeyay ikeen buu ka yidhi markaabaa loo yeedhay ninkii nebigaa ku doonayana mari marxaba markaabuu nebigu sal allah alay wasalam hanimo markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayay ayuu kiish lacaga intuu ka soo dhex qaaday buu nebigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiya oo kuus lacaga loo dhiibay ka warrama saasuu u qallibay uu farxay markaabuu nebigu ku yidhi lacagta sababta aan kuu siiyey maad garan buu ka yidhi markaasuu yidhi haa maxaad u malay inaan kuu siiyey dee tolnimaad isiisay buu yidhi markaabuu nebigu ku yidhi waa runtaa
رحمكن حق وإليه وحل سوسيه لكن لعقتن وجددا كوسيه وحويان بحسن ثنائك على الله سدى الهدر تور إله يعدو أماني سي أي كفر حب رسولك بولي تادر تدبن كوسيه بولي سدى الله هو بريئيس سدى الله هو أماني سي وأيو مقصود كالنبي إذا أدوية الله كالنبا أها إلي بن آذن كإله كحران مركو أرك النبي قل شقد يسير الصعطة وكفر حي النبي عليه الصلاة والسلام ده نوصي تعلق إله يدتك أيل ليهين بأن النبي أكتي سكوين لعبت أكتي سكوين أنك جماعة بري أنك خارجين ودنا ده قال ده شيء أي الله نوش يجنين مسلم أو صومالية لكن ماشي عن جنوب حجر أفرت كيلومتر وأبو قرني إن أضاي ودادي ساكو قياس الدوري اللي حدجر مركز ويا جماعة هذا كيف تمد حقا يا ضل كيف كيف مني محاوتي ما دين ضد كمسلمين هنا زوز يارنا بس شيء وخرج كيا نجا بحياة بالمال والنفس أو فيزا هو ده كان الله مهلا سيادكوا عشان إلهي باب بحياة رزقا قادوي ما دالكن وادي من أما عزكوا قال ما دل لكوا قال ما حد دون سانيمك ده جماعة دي مسكيت كاسي جوعان إذا نرى عليهم دونين ده إنه مسكيت حد دون ما تجاوب له حد بالما كلنا صلاة ده إذا إله يبقبولي لكن مر هذا بري ما جوك تنو أحد ها وهني مبولي دالك الصومالي أوركي سرباني صومالي هاي كالة صومالي أوركي سوالفك سينا صومالية إسلام نبدأ نصحنا أمه قتة صوما أفكا صومالي وحسين يا هاي النمري شو نوي مد مالين تيد دم بانسود ويني نصيب جماعة دو حالا سعود أضي مركي استهودي ضدك الصومالو مركي استهودان مد قرابة دي سي إزقرتين بركا صوم برمي كيف اللي بلادي قال لون جري بها هو بحات كشة قيسا ما كوضن كان شقا يا أنا كنو ديمان يقول شقا ما جرتي لكن جامعة ما دكتها oo dalkii markii la joogayeen jaamacad ahayde oo qoonta ku dhimanad biirsata maxay tahay bal ii sheeg wuxuu xiriirka labada dowladooda dariska ka dhaxayaan bartaa wuxuu ilaaga bahina dowl markaas uu ku yiri xiriirka adiga Ilaahay niga dhaxay ma bartaa markaas uu limay salaadaydu waa galab 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 marka xiriirka adiga Ilaahay niga dhaxay ma bartaa markaas uu limay professor da jaamacadda ee Nidiga xiriirka adiga Ilaahay naga dhaxay ma ka hadlaan iyagoo ma yaqaanan markaas lagu wax ma baran baa lagu wadi hadiis ka maadan maqalo nabiga leeyahay a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 umr al-ghalib ka ummadayda buu nabigu yiri wa tadabatan ya lixdan inta u dhaxaysa adiguna waxa leedahay dhowr iyo lixdan jir baanahay inteed si noolan doonta buu ka yiri salaadaydina waxa leedahay waa galab galab حريرك أذيلة نجد دحينا وضعيف كون وحكود جنا وحات الحريرك ما بيا قانام سدي كلا تهيب وكيف أو عقل جاقي رش دجاجي هذا الكثير والبصير يا جماعة وتري لكن نكي هبك عشاي برجو تقدر قريج يسيبو تجي صلاة دي فجر يسقو عربتي وتو جماعة دوي مدي وعول هذا الكاذب قلت هذا محلك سحكر ويني هذا الكحل قلت هذا وأكجب سكر ويني داعي مركو نيغو داد وناك سنو راعو ومد خير ورجين ايو ومد وناك ايقا كفكر ايو هذا القيس الهي وحو قلنا يا تأثير سامين بو هذا الكاقو يالنا يا هذا سو إصلاحا يا ومد ان إصلاحا قد كسو قيب قادة نيسا إمام مالك رحمة الله عليه أيا مالين وحوار كين ان اللي يراع وشارب الخمر يا وسكرامي مركا لأن مركو السكرامة يركي يرى سكرتي باك السينيسا الله 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 شيخ أويابي والسكرام إيه اسم الجلالة عجيب عمام الديسي انتو صوق عدي أيو صوص صعبي باليرو بريركي يخمر بيبو أفكا كقبي وعنسي بالمقعن مقعي إلهي اسم الجلالة أفكا نكسو ضحايا ما تكمى ساحدي دا لأن مركاسو كمى ساحي باليساسو كمى ساحي لأن مرقاسو لشيخ واسك راسنه إيقتك واسك راسنه إسكك كيدا مرقو كم بيجيب وشكك تكي هبين كينا وودو عيبا لي
إله قلبي مسألة هي سوء هذه إمام مالك رحمة الله عليه هبينك مركو جيب سدي أيا منام بلغو يري سدى أنك دراد يا عدو أفكي سدرير كي خمرك عدو قبي سي أيا أنك هنا عدو دراد قلبي سي خمرك وقبي نبا إلهي كي يري خلاص صلاة دي مغرب صلاة دي فجر إمام مالك مركو صلاة دي تجيه دتك درسي كي بو بلابي وحكا دا حركي يركي رايو درسي كي نحفديها مركز ما يسجيب عم يسمعه مركز ويا ده مركو درس جدا ما يو عرياركي متهد هوا عنيجي سوى حجران بلي شيء وادي كان ساجد كي لهي عر حالة ذي ذا حالة دول حالة تولى كي كاغا وربي باني كان يسوى هذا يبو كيدي حالة ذي ذا كي حالة تولى كاغا وربي عادي كان أم باني كان يسوى هذا حتى في سيرة عمر وعبد طالع غنيمة ذي أيوة مالين مال ما كمد عمر دون فريستي برقاسو قيبنا يا صحابة برقاسو أركينا يا رب عن قوان برقاسو لي قعنت المحاك هاقو يبولو حر غزوة دي حلقا سهي أيا داو عن لي قيستي بولو كن داو عمي برقاسو العكتب عمر سوق هذا كن بوسيه كن كالو قدر هذا مركز عمر او قيبيا او قيبيا سجن اولي ماشي تاغي ولعت مترسنيا مركز عمر نكي ايش اخذ افتحادنا مره بعد مره اللي مركو داوعي اركو اي سوق هذا كون كلو هذا السيا مركز عمر هذا او قيبيا او قيبيا او قيبيا مركز هذا ايش اخذ افتح هلك يرك غانت داوعو كغا دحاي مركز كون كلو قالو او تريا او سيا مركز عمر مركز او وايا كيرا مركز لا غيرو عمر بار ورنيكي ماشي جوغي مي وحاله حولها عادسي سبني ذي ذا أي الله بوخيه وكسو على ماشي والله ما قد دارتي بن عمر بن الخطاب هذا النقا حلقة سي جوغي لها وإشي عمر والبا نبور كالدين تيلا الله قد دعوا عيشي قد إلهي حولها حلقة يا لأسي قد مين لها يبود من الإلهي درتي وعورني ودين تدداء الكيغة إيا كوريا الكيغة iyo difaaciiga loo dhaawacay baan adduunka ka haysan gudaan ugu may wallahi waxa ku bixin lahaa ruux meesha yaalo dhanba بشارو 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 هذا صف لو قال جري برشد القرآنك حتى واحد كو برانيسا قرآنك ايو علوم تشريع عضا هذاك او جوغو قريكاك ايو قوب تعد شقوب دوسيغا أولانكا اي برشد القرآنك كريمك ايو شريع عضا اسلامك دروستا او سيدا تحارها او ديغو وحكامدا برشد القرآنك كريمك ايو هيقادا علوم تشريع عضا اسلامك تربيدا أولادا ايو قد عربيغا هذا واس خورست واس عطاء هذا مروقا وفي فافا هنا كل حريق من برد الشاشة دكا قمطة هم لاني دوكسي دا الله انك برشاد القرآن كريم كا يعلم تشريعه دارو هجري